شوف يا خالد وليهون الأخوان، أنا على فكرة لما رشحت أساسا أنا كنت أعرف نظام مجلس الشورى، اعتذرت إيه؟ لكن قيل لي ترى في تغييرات كثيرة في تطوير للمجلس، هنا وافقت لأن أنا أشوف نفسي وين أقدر أخدم بلدي. أهم شيء عندي أنا تعزم. وين ما تحطني إن شاء الله، لو تحطني حارس عند أحد المؤسسات الحكومية أخدم بلدي ما عندي مشكلة، ما طالع لا المنصب ولا طالع أنا أعتقد أنه طب وش اللي ما تغير؟ خليني أعطيك سؤال محدد، وش اللي ما تغير بالشورى؟ ما تغير شيء من 2014 من يوم تصريحك ذاك التصريح اللي يعني والحلقة اللي تكلمت فيها بي 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 يعني في ذاك الوقت بسقف عالي ما كان يمكن معتاد. احنا كيف في زمن التصحيح والتطوير الحين والحازم والعزم، وش اللي ما تغير؟ انا اعرف ما تغير شيء الحقيقه. انا اقول لك في نقطتين مهمات، انا اعتقد في شيء يخص المواطن والاخوان، حقيقه ما قصر الدكتور فهد والدكتور عبد الرحمن شرحوا، وان في التباس مفهوم المواطن وش دور مجلس الشورى. ايه وهذا الالتباس ما زال موجود، يتوقعون الناس مجلس من مجلس الشورى كذا، لكن المواطن وش يهمه؟ يهمه ثلاث اشياء، يهمه الصحة صحته، ويهمه وظيفة له أو لأبنائه إذا موجود، ثالثا سكت. المعيشة تكلفة المعيشة، هذه الأشياء تهمه. فمجلس الشورى مفروض يكون عامل رئيسي يدعم هالمواطن. شوف في مثل يقولون الملك ما هو شمس تطل على كل شيء، يعني حتى حسب ما يجي وحسب ما عنده من المستشارين، لكن مجلس الشورى أعتقد أنه يقدر يخدم الوطن ويخدم الحكومة الدولة. انتبه يعني تقصد أنه في يعني عند الملك ملفات كثيرة يعني، وبالتالي يعني الشورى المفروض يقوم بدور يعني. أنا نقصد أنه شفت الأمر في مجلس الشورى وكل الفكرة كل المجالس التشريعية والتنفيذية بأمريكا مثلا، خاصة نقول المجلس الكونغرس ولا السند، تلقى في قياديين معروف، القياديين ذا عنده كاريزما، عنده طريقة أسلوبه بالإلقاء، يكون هو قائد أي مجلس. مجلس الشورى أنا لاحظت فيه ناس قادة، هم اللي دائم لا يعني كانك بتقول، وأنت قلت حتى بالحلقة أذكر، ترى ما هي قرارات اللي قاعد يسويها مجلس الشورى، توصيات. أي توصيات، هذا هو هذا أنا أقصد، وما زلت